اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا نوع من أنواع الكيك البنين برشا، وصفة سهلة مهلة في متناول الناس الكل، اقتصادية. الكيك متاعنا باش نحضروه بيضة واحدة، مانيش باش نستحقوا فيه الركاز الكهربائي، يحضر تقريبا في 5 دقائق، من أسهل ما تحضروا ومن أبن ما تاكلوا، يجي الطعم متاعه كيما الكيك اللي يتباع في المحلات، بقدرة ربي تجربوا الطريقة وترحموا لي على والديا، يصلح تحضروه لفطور الصباح وإلا للقوتيل عشية، إن شاء الله الفيديو يفيدكم ويقدم لكم الإضافة، إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل، اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم، ممكن تتابعوني على صفحتي في الانستغرام كويزين إينيل، وتوا نتعداو باش نشوفوا بعضنا مكونات الوصفة وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا أول حاجة خذيت الصحفة اللي باش نخلط فيها، هذه الفوي باش نستعملوها توا في التخليط. أول مكون عنا هو البيض، نستحقوا بيضة واحدة من الحجم المتوسط تكون بحرارة المطبخ، ما تخدموش بها باردة من الثلاجة. البيضة هذه الوزن متاعها بالضبط 50 غرام، ما تستعملوش كالبيض الصغير. عنا 130 غرام من السكر العادي، السكر الابيض الحبيبات، 130 غرام تعطيكم حلاوه باهيه برشا، تنجموا تزيدوا في كميه السكر ولا تنقصوا على حسب الرغبه نتاعكم، لكن 130 غرام يجيكم الكيك نتاعكم باهي برشا. حطيت ذره صغيره من الملح، وباش نكمل بزوز اكياس من روح الفانيليا. انتوما استعملوا اي نوع نتاع فاني متوفر عندكم، يا اما فانيليا سائله والا كسكر فاني. باش ناخذ توا الفوي باش نبداو نخدموا المكونات هذوما مع بعضهم تقريبا مده دقيقه، ونرجعوا باش نضيفوا عليهم بقيه المكونات. الكيك هذايا راهو ساهل مهل، حتى وانتم تتفرجوا في الفيديو تنجموا تقوموا تحضروه، اسهل منه ما فماش. لهنا كيما شفتوا الخليط نتاعنا فتح شويه، مش لازم حتى لين نذوب السكر، دوب الليش يتجانسوا شويه في بعضهم والخليط يولي لونه فاتح. باش نضيف عليهم توا 120 مليلتر من الزيت النباتي، استعملوا نوعيه باهيه باش الكيك يجي الطعم نتاعو بنين. نصبوا كالزيت بشويه بشويه واحنا نخلطوا بالفوي. نزيدو نخلطوا شويه المكونات بالفوي. وقت اللي تشوفوا المكونات الكل دخلوا في بعضهم، هاك الكميه نتاع الزيت اللي صبيناها ما عادش ظاهره، باش نضيفوا عليهم 160 مليلتر من الحليب. نستعملوا حليب بحراره المطبخ، ماهوش بارد ماهوش سخون، حليب عادي. تو نخلي لكم المكونات الكل مكتوبين في اخر الفيديو. نصبوا تو كميه الحليب الكل ونزيدو نخلطوا تقريبا نصف دقيقه، نكملوا نذوبوا كميه السكر مليح ونرجعوا باش نضيفوا بقيه المكونات. باش نبداو توا نضيفو المكونات الناشفين، عندنا أول حاجة الفارينة باش نستعملو 240 غرام، حطيت الكاس الأول فيه 120 غرام، والكاس الثاني نضيفوه من بعد. عندي لهنا 10 غرامات من خميرة الحلويات، ديما الخميرة والفارينة ماذا بيكم تغربلوهم. نخلطو المكونات هذوما يتجانسو ونرجعو باش نضيفو الكمية الباقية متاع الفارينة. نضيفوا توا الكاس الثاني من الفارينة، كملنا خلطنا كمية الفارينة مليح. توا باش نكملوا آخر حاجة بزوز ملاعق متاع أكل من شاي اللي هو دقيق الذرة، المايزينا نحطوا زوز ملاعق متاع أكل ماهمش مكومين، باش نزيدوا نخلطوا شوية. وهذايا هو الخليط متاع الكيك. أحضر كما شفتوا المكونات بسيطة والطريقة سهلة مهلة.
نحيو توا الفوي باش ناخذ سباتولا نهبط بها كل جناب وباش نوريكم الخليط كيفاش يكون القوام نتاعو. لازم تتحصلوا عليه بالشكل هذايا، يكون خليط ثقيل ماهوش خفيف كيما الخليط نتاع الجاتو. توا نجيو للسر اللي يخلي الكيك هذايا من بعد يجينا خفيف ويطلع كيف ندخلوه للفور. ما يلزمش نطيبوه مباشرة، لازم نرتحوه أقل شيء نصيف ساعة، من نص ساعة حتى لساعة على حسب الوقت اللي عندكم، باش نغلفوه توا بالفيلم أليمونتيغ وباش نخليوه في المطبخ البرة من غير ما تدخلوه للثلاجة. رتحوه نصيف ساعة حتى لساعة ونرجعوا من بعد باش نكملوا بقية المراحل. حضرت القالب اللي باش نطيب فيه الكيك، دهنته بالزيت وحطيت فيه شويه من ورق الفرن في القاع نتاعو، حتى الورق نتاع الفرن تدهنوه بالزيت. اذا كان ما عندكمش ورق الفرن باش تدهنوا القالب بالزيت وترشوه بكميه باهيه من الفرينه، تغلفوا له القاع والجوانب مليح، من بعد تنفضوا منه الكميه الزايده وتستعملوه. هذايا الخليط اللي حضرناه، خليته يرتاح 45 دقيقه في المطبخ، اقل شيء رتحوه نصيف ساعه حتى لساعه. القالب هذايا باش نطيب فيه الكبر نتاعو 20 سنتيمتر على 8 سنتيمتر. في نفس الوقت راني حطيت الفور يسخن من قبل على 180 درجه، نار من الفوق ومن اللوطة، باش ندخلوا الكيك نتاعنا في الاول مده ربع ساعه على 180 درجه، نار تشعل من الفوق ومن اللوطة. من بعد باش نطفيو الكوشه من الفوق، نخليو الفور يخدم من اللوطة على 160 درجه حتى لين يطيب ويطلع مليح، وقتها تشعلوا عليه شويه من الفوق باش يكمل يحمار. لهنا باش نكملوا له لمسه اخيره قبل ما ندخلوه للفور. خذيت كاس بالماء العادي، ماء عادي من الحنفيه، حطيت فيه سباتولا ولا تنجموا تستعملوا سكينه باش نعملوا خط في الكيك بالشكل هذايا. نزيدوا نغطسوا سباتولا ولا السكينه في الماء وباش نرجعوا في الاتجاه العكسي، باش من بعد يجينا كالشكل المزين نتاع الكيك. باش ندخلوا نطيبوه كيما قلت لكم ونرجعوا من بعد باش نشوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها. هذه هو تو الكيك متاعنا طاب وحضر، يجي ما شاء الله. تبعوا نفس الطريقة في عملية الطهي، دخلوه في فور سخون من قبل على 180 درجة، تحطوا الطبق في الوسط، نار تشعل من الفوق ومن اللوطة مدة ربع ساعة، من بعد تنقصوا في النار على 160 درجة وطفيوا الفور من الفوق، خليوه كان من اللوطة. وقت اللي تشوفوا الكيك متاعكم طلع مليح بدا يتحمر من الجناب، شعلوا عليه شوية في الاخر باش يكمل يتحمر. دخلوا فيه كيغدون بالشكل هذايا، إذا كان خرج شيح راهو الكيك متاعكم طاب وحضر. خليوه يبرد شوية، من بعد في الاخر تدهنوا بشويه نباش كيما باش نعمل انا، باش ياخذ هذاك اللمعه المزيانه، يجي بنين برشا وخفيف، الطعم نتاعو كيما الكيك اللي يتباع في المحلات بالضبط. بالنسبه للنباش اذا كان ما عندكمش عوضوه بشويه عسل ولا شويه شحور ولا شويه مربى، والا تنجموا تخليوه كيما هو. لازم تخليوه يبرد 100% قبل ما تقطعوه، ومن الاحسن انكم تحضروه في الليل وتستهلكوه من غدوه، الطعم نتاعو يولي ابن، ديما الكيك كيف في بيتي يولي طعمه ابن. ان شاء الله الفيديو كان واضح، فسرت لكم مليح. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم. نتقابلوا إن شاء الله في وصفات أخرين. وآخر حاجة نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة، ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.